حقيقة هي مشاكل داخلية داخل البلد الواحد، وإحنا البلد تكون من قوميات وأقليات، والحقيقة الأخوة الكرد قومية وإلها تاريخ، وأيضا هي شريكنا في هذا الوطن وأيضا في الثروات. لكن أكو بعض الأمور اللي تصير يجب أن نتحلى بروح العقل، وأيضا نحتكم إلى السياسة والدبلوماسية في حل المشاكل، ولا نلتجئ إلى القوة والعنف. بالمحصلة النهائية راح نفقد من أبنائنا أعزاء علينا، سواء كان من الإقليم أو من المكونات الأخرى اللي هي في محافظة كركوك. طبعا هاي الإشكالات هي وفق المادة 140، وطبعا أملنا كبير أنه إحنا الحكومة تأخذ يعني جزء من وقتها وتخصص هاي المادة وحل كل الإشكالات اللي هي ليس بين الإقليم، وأيضا هنالك بعض المحافظات الأخرى أكو إشكالات وفق المادة 140، وأكو إشكالات في الحدود المرسومة بين محافظة. لكن إحنا بكل الأحوال بلد واحد، وهدفنا هو أنه نخدم بلدنا ونخدم شعبنا، وبالمحصلة النهائية نبتعد عن كل المشاكل اللي هي تعكر صف العلاقة سواء بين الإقليم وبين الحكومة الاتحادية. سيد العزيز، بخصوص الجانب المالي وخاصة قانون الموازنة، لم تتفق لحد الآن الحكومتين، كيف تحل هذا الموضوع؟ يعني حقيقة هي تخصصت الموازنة، وكل يعني شعب ومكون إلا استحقاقاتها من الموازنة، لكن هي بنفس الوقت أكو مشتركات أساسية هي النفط والغاز، وطبعا تدري هي هذا من صلاحية الحكومة الاتحادية، وهي المسؤولة عن التصدير، وهي المسؤولة عن استلام المبالغ بالنسبة للغاز والنفط وأيضا المنافذ الحدودية. طبعا أكو إشكالات بين الإقليم وبين الحكومة الاتحادية بهذا الجانب، ونأمل بالأيام القليلة القادمة إن شاء الله الحكومة تأخذ جزء من وقتها وتخصص لحل هذه المشاكل بين الإقليم وبين المركز. هل يحق للبرلمان التحقيق في البيانات من جانبين، يعني من جانب الإقليم؟ طبعا البرلمان سلطة تشريعية ورقابية، ومن حقه أنه يتابع الأمور ويشكل لجان تحقيق متابعة كل التصريحات اللي هي طبعا تسوء إلى سوء العلاقة بين الكرد وبين العرب وبين المكونات الأخرى التركمان. وطبعا هاي من المهام الرئيسية للبرلمان أنه يحقق في هذه التصريحات اللي هي تثير المشاكل وتؤدي إلى يعني تقع الفتنة بين البلد الواحد. هل هذا يهمكم كنواب؟ احنا طبعا احنا متساوينا في الحقوق والواجبات، ما عندنا انه احنا افضليه سواء العرب او التركمان او الاخوه الكرد، كلهم متساوين يعني، وكل واحد يحافظ على حقوقه، وايضا احنا ندافع عن حقوق اي مكون. لكن بنفس الوقت انه احنا ما علينا كواجبات ايضا نؤديها للحكومه المركزيه، بالمحصله النهائيه نكون الحكومه قادره على ان تساوي وتعطي كل حق ذي حقه. السؤال الاخير، كيف تحل هذه المشكله بين الاقليم والمركز واخراج الموظفين من المشاكل السياسيه حتى ما يكونوا ضحيه؟ يعني هو الموظف تدري اليوم احنا المشاكل السياسيه خليه تختصر على السياسيين فقط، حتى انه بقيه الموظفين دارين يؤدون واجبهم واتجاه شعبهم، وايضا يقدمون خدمات الشعوبهم سواء كان بالاقليم او بالمحافظات الاخرى او لكن بالمحصله النهائيه اذا الكل دخلت بهذا الجانب راح نتهيئ انفسنا للمشاكل، ومشاكل المحصله النهائيه نخسر، يعني نخسر احنا مستقبلنا ومستقبل ابنائنا، ونخسر وحدتنا كبلد وكشعب شعب واحد. لكن انه اؤكد انه الاكراد لهم حقوق كما للعرب لهم حقوق وكما للتركمان وبقيه الاقليات، لكن الحقوق وفق الاليه اللي رسمها الدستور.